المساهمة في ملتقى التوظيف. كما يسعدنا أيضاً أن نرحب بالسادة الإعلاميين والصحفيين وأيضاً السادة أعضاء السلك الدبلوماسي القنصلي والعربي والإفريقي والأجنبي. ولا يفوتنا أن نرحب بالسادة أولياء الأمور وأيضاً أبناءنا الخريجون. حرصاً من الأكاديمية على الاهتمام بمستقبل أبنائنا الخريجين، نستقبل السادة ممثلي القطاعات المختلفة والمتوقع توظيف خريجين قسم التمويل والمحاسبة بها للتعريف بطبيعة المستقبل الوظيفي في كل قطاع من تلك القطاعات. والآن كلمة الأستاذ الدكتور محمد مصطفى رئيس قسم التمويل والمحاسبة، فليتفضل. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، صدق الله العظيم. في البداية بالنيابة عن نفسي وبالأصالة عن قسم المحاسبة والتمويل، بحب أرحب بالسادة الضيوف ومعالي رئيس الأكاديمية اللي احنا مقدرين مشغولياته واحنا مستنيين قدومه حالا إن شاء الله. وفي نفس الوقت برحب بالأستاذ الدكتور أشرف لبيب عميد الكلية الإدارة والتكنولوجيا، وبشكره على الدعم اللي أعطاه لنا لقسم التمويل والمحاسبة، لأن إحنا ما كناش صراحة مخططين إن إحنا نعمل حفل تكريم ليكم، لكن هو صراحة أصر إن يكون في حفل تكريم لطلبة أو خريجي قسم التمويل والمحاسبة. فأنا بالنيابة عن قسم التمويل والمحاسبة بشكر الأستاذ الدكتور أشرف لبيب. في نفس الوقت بشكر المهندس إبراهيم شهاب المدير التنفيذي لشركة ماريوت فيل راعي هذا الحفل الكريم، وجميع السادة الضيوف من مختلف القطاعات والشركات المساهمة في ملتقى التوظيف في جوفير. وفي نفس الوقت بشكر وبرحب بالدكتور عمرو عبد العزيز على مجهوداته. ايضا بحب ارحب بالخريجين بتوعنا وباولياء الامور اوراق امورهم، اللي انا مش عارف لما جم قالوا لي ان احنا هنكرم العشرة الاوائل في البرنامج الانجليزي والعشرة الاوائل في البرنامج العربي، انا وانا بعمل الليستة بتاعتهم لقيت ان ال 180 خريج سواء من العربي والانجليزي فعلا محتاجين يتكرمهم، بس لضيق الوقت فاحنا بنختار الاوائل العشرة في برنامجين وايضا الطالبة المثالية. وان شاء الله في حفلة التكريم النهائية بتاعتكم حفلة التخرج هيكون اولياء الامور بتاع ال 180 خريج موجودين معانا. وفي نفس الوقت انا لما ببص لخريج قسم المحاسبة والتمويل لما جينا نعمل الرانكينج ليهم لقينا ان حوالي 5-6 منهم جايبين جي بي اي 4 من 4، وهو ده اللي احنا بنسعى له في قسم التمويل والمحاسبة، ان احنا النهاردة بنقدم للمجتمع او للبيئة الخاصة بالتوظيف احسن المكونات الموجودة عندنا، تعب 4 سنين مجهود 4 سنين بنأهل الطالب بمستوى علمي معين، وفي نفس الوقت بنأكد على دور الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ان احنا مش دورنا بس التعليم، احنا دورنا ان احنا نجيب شركات زي ما انتم شايفين كان في منطقة التوظيف جايبين كبريات الشركات والبنوك اللي جاية تختار من طلبة الفاينانس والأكاونتينج احسن العناصر الموجودة فيها. ومش عايز اقول لكم ان كل الشركات مقدمة مفاجآت معينة مش هنعلن عنها الا في نهاية الحفل فيما يتعلق بالتوظيف، ودي حاجة مشرفة
وبتساعدنا احنا كاعضاء هيئه التدريس ان احنا ناكد على ان الطالب بتاعنا بيتواجد في المكان اللي يتناسب مع مجهوده خلال الاربع سنوات. بشكركم وربنا يوفقكم ان شاء الله. شكرا. بشكر حضرتك. والآن مع كلمة الأستاذ الدكتور أشرف لبيب عميد كلية الإدارة والتكنولوجيا، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا في البداية أحب أن أنا أشكر الدكتور محمد مصطفى، وأحب أقوله أن أنا ما عملتش غير اللي كان يجب أن أنا أعمله. احنا هدفنا الحقيقة مش أن احنا نخرج الطلاب بس، ولكن هدفنا ان احنا نوجد فرص عمل للطلاب. هدفنا ان احنا نطلع طلاب بيسدوا الفجوة اللي في السوق. هدفنا ان الطلاب بتوعنا يكون لهم اماكن ودور في المجتمع. يمكن يعتقد البعض ان الطلاب احنا بنخرجهم لمجرد اداء دور تعليمي. الدور التعليمي لن ينجح الا بمشاركة رجال الصناعة معانا او رجال القطاع الخدمي. انا اصريت يمكن ان احنا نعمل حفلة تكريم للطلاب السنة دي، ولكن انا باصر ان شاء الله من السنة الجاية ان احنا نعرض مشاريع الطلاب الخاصة بقسم الفاينانس. ويمكن ده اللي كان ابراهيم بيه واحنا قاعدين بنتكلم، كنا بنتكلم لا الطالب ده اشتغل، الطالب بذل مجهود عندنا، المجهود ده يجب ان هو يبان ونعرضه على الناس يشوفوا مشاريع التخرج بتاعتهم ازاي الطالب قدر انه يعمل اضافة. انا بشكر القسم بداية من سعادة رئيس القسم امتدادا إلى جميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم والهيئة المعاونة، بشكرهم على المجهود اللي بذلوه النهاردة، ولكن أنا بتوقع منهم إن شاء الله مجهود أكتر في الأيام اللي جاية. يمكن الدكتور محمد قال لي إحنا بنكرم الطلاب، وات أباوت بالنسبة للأهل، الأهل اللي بذلوا المجهود، الأهل فعلا يستحقوا مننا التكريم على المجهود اللي بذلوه في تربية الولاد وفي تعليمهم علشان يوصلوا للي احنا فيه النهاردة. أنا شاكر لحضرتكم ولا أريد أن أطيل عليكم. أنا بشكر جميع الحضور على مشاركتهم معنا وعلى المجهود اللي هم بذلوه في التنظيم، والسادة أولياء الأمور، وأتمنى أن طلابنا يكونوا وجهة مشرفة لنا في المستقبل. شكرا لحضرتكم. والآن كلمة السيد الأستاذ إبراهيم شهاب الرئيس التنفيذي لشركة ماريو فيل، فليتفضل. مساء الخير. أول حاجة أحب أبارك وأشكر معالي الأستاذ دكتور إسماعيل عبد الغفار، رغم أنه لسه ما وصلش، إن شاء الله يوصل بالسلامة. أشكر الدكتور أشرف لبيب طبعا، بذل جهد رهيب الأسبوع ده إن شاء الله، وبذل جهد معانا وكان له الفضل إنه إحنا نبقى موجودين معاكم النهاردة. أبارك لكل الطالبات والطلبة، ربنا يوفقكم إن شاء الله تبقى بداية وانطلاقة للمستقبل. انت طبعا عليكم مسؤولية كبيرة النهاردة، بداية الانتقال من مرحلة التعليم ومرحلة النظرية للمرحلة العملية، ان شاء الله يبقى لكم دور كبير في تطوير مصر وفي الانضمام للسوق وبداية العمل الحقيقي. احنا شركتنا شركة مصر الكويت المشروع الصحية والتطوير العقاري، احنا حاطين الفكره بتاعت التطوير كونسبت حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا، ولازم انتوا كمان يبقى كل واحد فيكم بينضم للمؤسسه وبينضم للشركه يبقى ليه دور في تطوير المؤسسه وتطوير الشركه. عندنا امل ان شاء الله نعمل شراكه استراتيجيه مع الاكاديميه، وطبعا بالتعاون مع الدكتور اشرف ان شاء الله نقدر نعمل حاجه كويسه بشكل مستمر مع الاكاديميه. الف الف مبروك، الف الف مبروك، وان شاء الله بالتوفيق دايما. شكرا. والان كلمه السيد الاستاذ حاتم منتصر الرئيس التنفيذي لمكتب حازم حسن، فليتفضل. Thank you.
مساء الخير عليكم. في البداية أحب أهني الشباب اللي خلص المرحلة التعليمية بتاعته وهيبتدي ينزل سوق العمل. تاني حاجة في الحقيقة أنا أحب أشكر الأكاديمية. الأكاديمية في الحقيقة قدرت تطور من المناهج الدراسية بتاعتها، وإحنا كسوق عمل، وأنا ممثل أهم مكتب محاسبة في مصر، في حوالي 1200 محاسب. لا، الأكاديمية طورت المنهج الدراسي بتاعها، وفي الحقيقة المنهج الدراسي أصبح مواكب لمتطلبات الماركت. إحنا سنويا في المؤسسة بنعين 250 محاسب، وبتبقى مرتبطة في الحقيقة بالتطور الاقتصادي والنمو بتاع الدولة. السنة اللي فاتت أحب أقول إن أنا عينت أول محاسب من الأكاديمية، وده كان بالنسبة لنا في الحقيقة تجربة جديدة. ما كناش بناخد من الأكاديمية في السابق، بس بعد ما راجعنا الكريكلم والمنهج الدراسي لقيناه مواكب في الحقيقة للمتطلبات بتاعة المؤسسة. المؤسسة زي ما بقول لحضراتكم بتتيح 250 فرصة عمل سنويا للشباب. في الحقيقة بنبص على الشباب تعليمه ازاي، المنهج الدراسي اللي خضع ليه ازاي، وبنعمل عملية فرز وعملية دراسة للسيفيهات اللي متقدمة. وابتدينا نحط الأكاديمية في الحقيقة من السنة السابقة من ضمن الجامعات اللي احنا بنقبلها في المؤسسة. المؤسسة بتقدم خدمات في مجال المراجعة وفي مجال الضرائب وفي مجال الاستشارات المالية. مصرنا قام فيها ثورتين كبار، وإن شاء الله إحنا في وقت بنستقبل استثمارات كبيرة بتقوم إن شاء الله طفرة اقتصادية كبيرة في بلدنا. إن شاء الله هم دول الشباب اللي هيكونوا هنقول إيه، يعني هم دول المحرك الرئيسي لعجلة الاستثمار إن شاء الله خلال الفترة القادمة، وإن شاء الله هم دول اللي هيحملوا الراية لتقدم اقتصادنا ورفعة بلدنا خلال الفترة القادمة. أنا طبعا ممثل لبنك الاستثمار العربي، بحضر هذا الحفل وبقول له يعني بأتقدم طبعا إن أنا إن شاء الله بنستقبل أولادنا، وإن شاء الله يعني هيكون لهم فرص واعدة إن شاء الله في بنكنا. احنا بنكنا ان شاء الله بيفتح 17 فرع على انحاء الجمهوريه خلال عام 2015 و2016، منهم في مدينه الاسكندريه ان شاء الله في يعني مش اقل من فرعين كبار كوربريت وريتيل، وفي فروع صغيره ريتيل هتكون مفتوحه في مدينه الاسكندريه. فاحنا هنستقبل النهارده سيفيهات، وهنسمح لهم ان هم طبعا يتقدموا على الويب سايت بتاع البنك، على الايميل بتاعنا بالسي في بتاعهم، وهيدخلوا طبعا في اختبارات البنك. وانا بتاكد ان هم هيكون لهم فرصه كبيره، لانهم في الاكاديميه انا عارف في مستوى علمي مرتفع، في يعني على احدث وعلى احسن النظم العالميه اتعرفوا عليها ودرسوها من خلال الاكاديميه. وبتمنى لهم كمان ان هم ما ينقطعوش عن الدراسه ان شاء الله خلال الفترات القادمه، لازم يكملوا يستكملوا دراساتهم، يستكملوا المعرفه، لا تتوقف عند وقت او عند عمر او عند سن. كلنا بندرس، كلنا لازم نقرا، كلنا لازم نطلع، كل يوم في جديد. يعني كلنا عملنا ممكن دبلومات ماجستير، نعمل دكتوراه لو قدرنا، كل ده مهم جدا. لا نتوقف على الدراسة ولا تنقطع صلتنا بالأكاديمية أبدا، فهي صرح علمي كبير. كلنا يعني هم كان لهم فرصة عظيمة ان هم تخرجوا منها ويستمروا من خلالها. هو فكرة بسيطة بس عشان ما اطولش عليكم عن بنك الاستثمار. هو طبعا البنك ده بنك استثمار واعمال في الاساس، رأس ماله بيصل الى 1 مليار جنيه خلال العام الحالي والعام القادم ان شاء الله. احنا بنهتم بقطاعات ثلاثة،
القطاع الرئيسي هو قطاع تمويل المشروعات والاستثمار في إنشاء الشركات والمصانع على أنحاء الجمهورية كلها، وهو ده دورنا الرئيسي، وبنهتم بالمشروعات الداعمة لخطة التنمية في البلد واللي بتحقق عائد مرتفع للناتج القومي. ده بيهمنا في الأساس. العنصر الثاني، القطاع الثاني، هو عندنا قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وده مهم جدا خلال الفترة القادمة. واحنا من خلال المؤتمر الاقتصادي اللي فات حضرتك يعني وقعنا عدة عقود لتمويل مشروعات من خلال انشاء شركة ايادي، وهي شركة داعمة لانشاء هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووقعنا عقدين مع صندوق التنمية الاجتماعي لدعم تمويل، واحد منهم 30 مليون لدعم تمويل الآلات الحديثة والمستعملة وتحديث نظم التدريب في المشروعات الصغيرة ولدعم الشباب. وقعنا عقد تاني ب50 مليون للرأس مال العامل في خلال هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة ان احنا عندنا قطاع التجزئة، وقعنا عقد مع البنك المركزي ل300 مليون جنيه لإنشاء الإسكان لدعم يعني أو قروض للإسكان المتوسط والصغير في أنحاء الجمهورية. فإحنا بنهتم جدا بدعم المجتمع والناحية الاجتماعية، ودي مهمة جدا. فإن شاء الله يعني طبعا في قطاعات كتير مش عايز أطول عليكم، بالنسبة ويعني بالنسبة كمان للشهادات الادخارية احنا عاملين أسعار عالية جدا، بنصل ل 11% بالجنيه المصري و4.5 بالدولار، يعني احنا جاذبين جدا للمدخرات. إن شاء الله شبابنا يكون لهم دور عندنا، والفروع الجديدة في اسكندرية إن شاء الله هنستقبل استديوهات النهاردة، وإن شاء الله هيكونوا معانا بإذن الله، ودايما في نجاح وتقدم للأكاديمية. نتمنى لهم كل توفيق للدفعات القادمة. If I have to say that the first and the foremost important thing would be for you to be curious all the time. You know, when we grow up, we forget asking questions. I have got a 6-year-old boy who asks me all the possible questions in the world. He'll ask me how many years this world has been, what is a king-size bed and what is a queen-size bed. And you know, for each of his questions, I possibly have to go into Google and check what does it mean, yeah? But he keeps asking those questions. What happens is that as we grow up, we stop asking questions. When you enter your professional life and go into any company, sometimes you would be afraid of asking questions. Let me assure you one thing, there is nothing like a silly question. There is nothing like a stupid question. Go ahead and ask those questions to your seniors, and you would see that the breadth of your learning will continue to expand. And it will make you a much, much more stronger professional than you would be without asking those questions. So don't be scared, don't be afraid. My dad always told me that respect everyone, but don't be scared of anyone. So similarly, never be scared of asking your questions. Do it and you would figure out that your wealth of experience and learning continues to increase. The other important thing that organizations like Unilever look in any prospective employee is the level of energy. You are young, you have just stepped into a professional organization, but let me tell you, either you are 20, you are 50, you are 60. If you continue to show the energy, you keep attracting people. You keep attracting people as being a strong professional and as being a very strong human being. So continue to keep this energy within you, keep the spark in you, because that's what's gonna make your brand a more stronger brand than anybody else. And last but not the least, e-commerce, all these things are coming into play. And you would see that if you have strength out there, the organizations would welcome you. There was a time when looking at risk and compliance and audit,
was something which people would think it's very boring. But considering all the frauds that have been happening within organizations, and we have seen many of them, I will not take names of the organizations, but we have seen many frauds happening across the globe, which if happens, the organization loses its credibility, it has to pay a lot of fines, which might go to millions of dollars or billions of dollars. It's very important for the organization to have a department which is strong on risk and compliance. And this is what organizations like Unilever also look for. They look for finance manager who, in addition to their finance knowledge, also have a very good knowledge on controls, compliance, and risk management. So do make sure that while you are working and studying on things, you look at these elements as well. So my suggestion to you would be, in addition to the other finance pieces, look for simplification, look for IT, information management, and look for risk and compliance. And if you're able to work through this, I'm sure you'd go places and you'd do a fantastic job. Now, as I told you earlier, Unilever has got many, many employees who have actually originated from Arab Academy. And inshallah, I think this will continue to happen. So, and I think most of you would be aware that we hire employees through our UFLP program, which is the Unilever Futures Leaders Program. It's a 3-year program that grooms a potential student into a manager over a period of 3 years' time. It's a fantastic program. I would encourage you to go to our website, unilever.com, and check this out. We also get summer interns who come in for 2 months, enjoy their time, learn a few things, and understand how Unilever operates. You might want to consider that program as well. And on top of it, when you go to our website, you would see a lot of other employment options, which you can go check out, submit your resume to our websites, and accordingly, you will get connected. So we are really looking forward to see a continuous inflow of talent from Arab Academy, as well as from the other organizations. And at this point, I would like to wish you all the best, good luck for your future, and thank you very much for listening to me. Thank you. والآن كلمة الأستاذة علا قاسم المدير الإقليمي لشركة الأوراق المالية هرمز EFG فلتتفضل. مساء الخير. ازاي؟ مساء الخير. اول حاجة بحب اشكر الدكتور اشرف لبيب للدعوة دي والدكتور محمد مصطفى، وبشكر الطلبة والخارجين، الف الف مبروك، وان شاء الله ويلكم للحياة العملية وتو جوين اس يعني في المجال بتاعنا الانفستمنت فيلد. مجال very exciting و very challenging و financially rewarding كويس. وأحب أعرفكم الأول بنفسي، أنا علا قاسم، director في EFG Hermes، working for the institution for almost 18 years. EFG Hermes بتشتغل في مجال ال investment بقالها 30 سنة، مش بس على مستوى اللوكال ماركت، لا بتشتغل على مستوى الريجن كمان، و it's a leading investment bank top ranked، و بتهتم جدا جدا بالتريننج بتاع الامبلويز بتوعها، وبتوفر لهم كل سبل اللي تؤهلهم للتعامل في اسواق المال سواء السوق المصري او اسواق المينا ريجن كلها. الحقيقة أسعدني السنة دي إن كان يبقى عندي سامر ترينيز من دفعة 2015 وموجودين هنا وبيتسموا فعلا بأنهم they are very hard working
وفي يعني I think ان هم هيبقوا ان شاء الله very successful في الكاريرز بتاعتهم ان شاء الله. EFG هرمس رأس المال المصدر بتاعها بحوالي 2.8 بليون EGP وبيشتغل فيها حوالي 800 موظف فأكتر من جنسيات مختلفة وبتشتغل في مصر وفي أسواق العربية 8 دول منها السعودية والإمارات مينلي وعمان وقطر ولبنان والأردن. طبعا احنا بنرحب بالفريش جراديويتس although ان انا جاية النهاردة بناء عن الدعوة اني جاست اني اتكلم عن الشركة او اني اتكلم عن الانفستمنت كارير لكن برحب بالفريش جراديويتس اللي شرفني اني علمت فيهم بعض الاسماء. برحب بيهم برضو ممكن يقدموا السي فيز بتاعتهم either through the website أو through the branches بتاعة المجموعة. في فرعين لينا هنا في اسكندرية, فرع في سموحة وفرع في شارع فؤاد. يعني أحب أقسم الـ divisions بتاعة المجموعة المالية هرمس لـ investment banking division وده بيقوم بعمليات الطرح زيادات رأس المال للشركات عشان تساعد الشركات على التوسعات في مجال النشاط بتاعها. ليتلي يعني في نسمع عن اكتتاب اعمار, EFG هي مدير الطرح للاكتتاب ده. الديفيجن الثاني هو البرايفت ايكويتي وده من خلال استثمار في شركات نوت ليستد في البورصه ومينلي في الانفراستراكشر وحوالي يقدر الاستثمارات فيه ب 0.8 بليون دولار. في السكيورتيز بروكرج وده مينلي التخصص بتاعي وبنعمل في البورصه المصريه حاليا وبنمثل نسبه عاليه من تنفيذات السوق وانا بشجع الشباب للستوك بروكرج. It's very very exciting, very challenging. بتخليك aware بكل المتغيرات الاقتصادية وتأثيراتها على الشركات وأدائها وبتضيف لمعرفتك بتأثير المتغيرات اللي بتحصل سواء في الدولة بتاعتك أو في سواء في مصر يعني أو